تتابع القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إلقاء المنشورات فوق مناطق الغوطة الشرقية في ريف دمشق، وتتضمن المنشورات تحديد المناطق الآمنة والممرات الإنسانية والإجراءات التي يجب على المواطنين اتباعها للوصول بشكل آمن إلى منطقة التواجد المؤقت، مع تحديد أماكن النقاط الطبية ومناطق تقديم الطعام. هذا وتقوم حوامات الجيش بإلقاء المنشورات بشكل يومي فوق جميع قرى وبلدات ومدن الغوطة الشرقية لضمان وصول المنشورات إلى جميع المواطنين.